المؤسسة كخدامة هو كان الممثل اللي نشتغلوا بها هذايا مؤسسة معناها التاريخ نتاع الكهرباء والغاز بتاعها خالصة إلا أن ثم خلاف بين المؤسسة نتاعنا وبين شركة الكهرباء والغاز على مؤسسة أخرى مغلوب مغلقة في طريق مدين وهي وحدة أخرى ثانية ماهيش في نفس المكان نتاع المؤسسة هذا إلا أن شركة الكهرباء والغاز معناها جت قطعة الكهرباء بعنوان أن في مؤسسة أخرى مش خاصة وهذا بالمنطق ما لازمش يكون هذو 120 عائلة المؤسسات نفس الشخص صحيح نفس المشغل لكن مو مش نفس الوحدة كل وحدة على حداها هو عدم خلاص فواتير المعمل ما عندناش حتى علاقة بالعملة وأنا ما نستغرب على تحرك العمل في الشأن هذا لأن هو المعنى الأمر سيد يخلص فاتورة لكن سي جمال هناك معمل مش خالص قصيته المعمل اللي خالص واللي خدم فنان هو الزوز معامل مع الملك السيد المعمل هذا اللي هو مش خالص مخصوص لذا المعمل الثاني يعني ثم قانون انه حاجتين على ملك شخص واحد يعني تخص الثانيه حتى كانت تكون خالصه والاولى مش خالصه. اي اذا كان باسم هو الزوج فان حق القصور. دخل السيد والد القوي مشكور اليوم صباحا للقيام بتسهيلات دفع الفواتير اللي مش خالصه وقمنا معناها باتفاق التقسيم ولكن السيد المسؤول على معمل الاجر رفض الاتفاق ورفض معناها المبادره اللي قام بها السيد الوالد. كنت في اتصال مباشر مع السيد رشيد بن ديلي رئيس المؤسسه وان شاء الله فما بوادر حل ان شاء الله.